في خلال انعقاده في دورته 44 بمكة المكرمة، أدان المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي بالإجماع التصعيد التركي في تدخله في الشأن الليبي، كما أدان بشدة إقرار البرلمان التركي للتدخل العسكري في ليبيا، وطلب المجتمع الدولي بلجم هذا التصعيد التركي وتدخله في الشأن الليبي. من جانبه أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في كلمته، أشاد بالقرار وتبني المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي له بالإجماع نظرا للتداعيات السلبية لهذا التدخل التركي السافر على القضية الليبية وعلى أمن واستقرار المنطقة وعلى الأمن والسلم العالمي.